السلام عليكم، هاي المحاضرة الثانية من موضوع المرجل البخاري. أيضا سويت لكم فد عرض توضيحي لهذه المحاضرة حتى من تقروها تكون بسيطة وتكون واضحة لكم. نبدي هسه. وصلنا احنا بالمحاضرة السابقة لحد الووتر تيوب بويلرز اللي هو قلنا لكم لهنا كانت محاضرتكم، فإذا نبدي هسه بنوع آخر من البويلرات. غلاية أنابيب المياه هي نوع من أنواع غلايات البخار، يكون البخار هو المار في الأنابيب التي يتم تسخينه من الخارج باللهب. يعني من اسمه هو دائما البخار يمر داخل ذني الأنابيب، لهالسبب نسميه ووتر تيوب بويلرز، على عكس بالنوع اللي سابقا أو بالمحاضرة السابقة اللي كان الأنابيب بداخل اللهب، سميناه ذاك فاير تيوب بويلرز. تنتقل الحرارة من اللهب غالبا بثلاث طرق، هي التوصيل نتيجة ملامسة الغازات الساخنة للأنابيب، والطريقة الثانية هي الحمل، أنت تحريك الهواء والغاز المحترق، وأيضا الطريقة الثالثة هو الإشعاع، وهو هذا الجزء الأكبر لنقل الحرارة. هذا نموذج للووتر تيوب بويلر. هذا دائما التصميم هو تصميم عام مشترك لعدة بويلرات ممكن أن يستخدمون بها الفحم والخشب والنفايات الصلبة والنفوذ وإلى آخره. لكن شنو المبدأ مالته؟ هو الأنابيب يكون بداخلها البخار اللي هو من نوع ووتر تيوب بويلر. هسه نبدي بالأجزاء. يعني أول شيء خلينا نعرفكم بالنسبة للبويلر، أكو ممرات بداخله، مسارات تصير يعني داخل هذا البويلر. فائدة المسارات حتى تتحرك بها أو تكون مسار لحركة الغازات على طول المرجل، وقد يعني يكون حسب المرجل كان يكون بعدة مسارات حتى توصل إلى 4 مسارات، وهاي واضحة قدامكم تشوفوها المسارات بالبويلر. بويلر بروجرامر يعني هو هذا دائما مسيطر وإلى برنامج البويلر، ببرنامج هذا النظام يوجه ويتحكم في بدء وتشغيل دورة الاشتعال واللهب في المرجل. وأهم وظيفتين بأساسية هو أول شيء يقوم يستشعر بوجود توجه اللهب المحيط والشعلة الرئيسية، وثانيا ينظم منهج التشغيل بالنسبة للنظام الاحتراق بحيث يقوم بتنشيط المحركات والبلاورز أو المنفاخ والصمامات الوقود عند الحاجة وحسب التسلسل الصحيح لعمليات الاحتراق. هذا النظام نظام البويلر يشمل عدة أنظمة، بأنظمة السيطرة وأجهزة السلامة وأدوات ربط وأنابيب وأوعية وصمامات ومضخات وتجهيزات أخرى. هذا كله نسميه البويلر سيستم، نظام البويلر بشكل عام. هاي كلها موجودة بالمحاضرات. احنا هسه بهذا كل جزء داخذ على حدة ودا أشوف شنو وظيفته. هسه هذا الجزء هو أحد أجزاء البويلر. هذا البريتشن يعني هو احنا نسميه داكت، ممكن نسميه، وهو قناة لمسار ونقل نواتج الاحتراق من الغازات بين المرجل والمدخنة. يعني عند احتراق وتوليد طاقة حرارية تصدر غازات، وهاي الغازات ممكن أن تنقل عن طريق هاي القناة أو هذا الدكت إلى الخارج. فورست ترافت فان، هذه المروحة تشوفوها مروحة كبيرة ويدورها محرك كهربائي، هي مروحة موجودة في المرجل مع الموقد لتجهيز الهواء. طبعا عند الاحتراق اكو هواء
فهذه تساعد في تجهيز الهواء الساخن إلى المرجل لعملية الاحتراق. هذا أيضا جزء آخر من ملحقات المرجل. هذا الجزء الآخر اسمه الفيرنس. هذا مثل ما تشوفوا هو مكان مغلق معزول مخصص لحرق الوقود. تشوفون هاي فد مساحة معينة وظيفتها أو الاستفادة منها لحرق الوقود كما هو واضح. هذا الجزء أيضا مهم بالنسبة للبويلر، هو الكيج كلاس، هو جزء شفاف لقياس الماء أو مجموعة نظام المياه متصل مباشرة أو من خلال عمود المياه اللي واضح، توجد عليه تدريجات تشير إلى مستوى الماء داخل المرجل. وهاي فائدته، يعني حتى نعرف ايش قد موجود كمية أو مستوى ماء داخل المرجل عن طريق هذا الأنبوب الشفاف. جزء آخر اللي هو Induced Draft Fan، أيضا هذا المروحة الثانية، ذاك كان Forced Draft Fan. بالمخطط هذا موجود الثنين، هذا الفان اللي شرحناه قلنا هو تدوير الهواء الحار أو الساخن الداخل البويلر يفيدنا بعملية الاحتراق. أما بالنسبة لهذا الفان هو يسحب غازات الاحتراق أو نواتج الاحتراق إلى الخارج عن طريق الشمني أو المدخنة إلى الخارج. هاي وظيفته، هي عملية سحب وإلى الخارج بواسطة المدخنة أو الشمني. ليميتد كنترول هو جهاز أيضا موجود من ضمن أجهزة السيطرة بالبويلر، هو جهاز دائما يعني يعطي فد إشارة حتى يوقف الموقد عن التشغيل إذا تم تجاوز حدود التشغيل. وفي أيضا منظم يدوي هذا للتدوير واضح. هذا الجهاز الآخر هو هذا الجهاز، هي هاي المنظومة كلها واضحة، والجهاز اللو ووتر فيول كات اوف اللي هو هذا واضح ياتم أشرين عليه بالصورة. يستخدم هذا الجهاز تشغيله بالطوافة، بواسطة الطوافة يقوم بإيقاف حرق الوقود عندما تنخفض مستوى المياه في المرجل إلى مستوى التشغيل. يعني إذا المياه الموجودة بداخل المرجل قليلة فما تصير عملية تبخر، لأنه أكو قلة بمستوى المياه. عندئذ هذا هو مسؤول على إيقاف حرق الوقود هذا الجهاز. ميك أب ووتر هو هذا تشوفون، هي أيضا مخطط للبويلر وهي موجودة هنا، هي عبارة عن مضخة وظيفتها دخول الماء، دخل الماء إلى داخل المرجل من خارج النظام من المصدر نتيجة التسرب اللي حاصل بداخل المحطة أو بداخل المرجل. تقوم هاي بإدخال الماء نتيجة تعويض هذا التسرب الحاصل. أيضا هذا المانهول واضحة، هي فتحة في وعاء الضغط بالنسبة للبويلر، حجمها كافي لدخول أي عامل أو شخص لإجراء الصيانة الدورية على المرجل. أكو أجهزة مثلا Operation Control، جهاز يتحكم تلقائيا في تشغيل موقد الوقود للحفاظ على درجة الحرارة والضغط المطلوب. هذا أيضا جهاز تحكم موجود في داخل المرجل.
الـ HB هو مقياس لوغاريتمي يستخدم لقياس درجة حموضة أو قلوية المياه اللي داخلة إلى البويلر، أي مياه التغذية. أيضا هذا جهاز تحكم بالضغط، يعني احنا نقول عليها مثل حلقة، هاي حلقة لحماية البخار الناتج لحدوث تسرب، من مربوطة من جهاز التحكم بالضغط إلى المرجل، يعني المرجل البخاري أكو جهاز تحكم بالضغط، فالأنبوب الواصل من المرجل إلى هذا الجهاز التحكم بالضغط عبارة عن حلقة، هي هذا الحلقة اللي نقول عليها هذا الباور بيرنرز، هذا مصمم للعمل. هذا تشوفون صورته موجود، هو هذا في جزء رئيسي بالحقيقة بالمرجل، تشوفوا هو هذا مسؤول على عملية الاحتراق، مصمم للعمل على ضغط الفرن الأعلى من الضغط الجوي، ومجهز بمنفاخ ذو قدرة كافية. هذا السيفتي فالف، يعني هذا جهاز اوتوماتيكي فائدته لتخفيف الضغط حسب متطلبات التشغيل. ايضا عند تسخين المياه تشغيله، يتم تشغيله بواسطة الضغط، يعني اذا اكو ضغط عالي او واطي هو يشتغل تلقائيا او آليا. هذا موجود ايضا نقدر نعتبره من أجهزة السلامة داخل البويلر. هذا جزء آخر من أجزاء المرجل البخاري اللي هو الشيل، مبين واضح بالشكل، هو الجزء الأسطواني من وعاء الضغط. أيضا جزء آخر اللي هو تيوب شيت، هي صفائح موجودة من الجهة الأمامية والخلفية من المرجل، تحتوي على ثقوب لتثبيت لتثبت فيها الأنابيب، يعني هاي كل ثقب موجود بهذه اللوحة الدائرية، هي عبارة عن أنبوب، فتحة للأنبوب، والأنبوب ممتد لنهاية البويلر بلوحة أخرى أيضا من الجهة المقابلة في هذه الجهة الأمامية. هذه الأنابيب، أنابيب المياه، هذه يوجد فيها الماء وكذلك البخار عندما يتم تحويله بالتسخين، ويحيط بها من الخارج الدخان واللهب، لأنه احنا قلنا هذا النوع المرجل هو water tube boiler، أي يدخل الماء داخل تلك الأنابيب. إذا هذه الأنابيب يوجد تحتوي بداخلها على ماء واللهب والدخان في محيط تلك الأنابيب. ايضا هذا جهاز اسمه الووتر سوفتينير، من معدات الموجودة في مجموعة المرجل البخاري، وهي معدات تستخدم لإزالة الصلابة من مياه التغذية، مياه التغذية اللي تأتينا من المصدر حتى تدخل إلى المرجل، وتحتوي بداخلها على مواد كيميائية. هذه الأجهزة شنو وظيفتها؟ إزالة الأملاح المختلفة الموجودة في الماء، يعني إذا هي هذه أجهزة لمعالجة مياه التغذية اللي تدخل إلى البويلر. هسه هنا خلاص العرض التوضيحي لهذه المحاضرة، عرفنا جميع الأجزاء الموجودة بالبويلر وتعرفنا عليها وأخذنا أشكال عليها حتى تصير واضحة ومفهومة.
هسه رح نروح على الملزمة مالتنا ورح تشيك الأسئلة اللي ممكن تجي عليها وأعطيكم واجب هاي الأسئلة بعد ما تقرون الملزمة. توقفنا بالمحاضرة السابقة لحد الووتر تيوب بويلر، هاي المحاضرة شرحنا عليها العرض التوضيحي، وهسه رح نيجي على الملزمة ونشوف الووتر تيوب بويلرز. هذا كله شرحناه، موجود ايضا هذا الملحقات مالته مال بويلر. بالنسبه لهذا هاي المزايا للووتر تيوب بويلر، مزايا 9 هاي موجوده لازم تحفظوها. generation of steam is much quicker due to small ratio of water to steam content. يعني هاي لازم تقروها وتعرفون معناها، يعني توليد البخار أسرع بكثير بسبب نسبة صغيرة لمحتوى المياه إلى محتوى البخار. أيضا النقطة الثانية لحقرأ بس معناها، هي قدرة تبخر أكثر بكثير مقارنة بالنوع الآخر اللي هو فاير تيوب بويلر. النقطة الثالثة هي سطوح التسخين أكثر فعالية تكون. الرابعة هي كفاءة الاحتراق أعلى بسبب الاحتراق الكامل للوقود، بسبب أيضا كبر مساحة، يعني تكون مساحة الاحتراق أكثر بكثير. خامسا يعني هاي النقطة الخامسة لجهادات الحرارية لجميع أجزاء المرجل تكون أقل، وتكون درجة الحرارة تلك الأجزاء منتظمة. شنو السبب؟ بسبب التدوير السريع للماء في داخل المرجل. النقطة السادسة سهولة نقل المرجل وتركيب الأجزاء. السابعة الضرر الناجم عند الانفجار في أنبوب المياه، غلاية أنبوب المياه هي أقل خطورة، ولذا سمي أنه هذا النوع بمرجل الأمان. ثامنا جميع الأجزاء في المرجل أنابيب المياه يكون الوصول إليها بسهولة، حتى يعني لعمليات التنظيف والفحص وإلى آخره. أيضا يمكن تغيير هذا المرجل، يمكن تغيير موقع الفرن اللي موجود في المرجل بسهولة حسب متطلبات الوقود المستعمل في المرجل. أيضا هذه العيوب 3 نقاط ممكن أنه تقروها، هم مطلوبة منكم. يعني 3 نقاط سهلة، هو يعني العيوب تكون أقل ملائمة للمياه الغير نقية، لازم نستعمل بها مياه نقية، من الضروري يمكن استخدام مياه نقية في هاي الحالة، يعني لأنه مقارنة بذاك النوع، لأن المياه راح تدخل بمجرى مساحته قليلة، وهذا الأنبوب هو السمك مالته قليل، وهو اللي دائما عالي ضغط. فحتى يكون استخدام المياه الداخلة نقية أو معالجة 100%. ثاني شيء تتطلب عناية دقيقة وتكاليف الصيانة تكون أعلى. الشغلة الثالثة أو النقطة الثالثة هو الفشل في تجهيز المياه حتى لفترة قصيرة، يعني أي فشل بتجهيز المياه حتى لو فترة قصيرة تجعل الغلاية شديدة التسخين. ليش؟ لأنه الكمية مال المياه راح تكون بداخل ذني الأنابيب، فإذا ماكو بداخلها مياه
تتسخن وتتحول إلى بخار، يعني الغلاية كلها تسخن وتكون شديدة التسخين. هاي الثلاث عيوب، وأيضا هذني الأجزاء اللي شرحناها، البويلر باس، هذا بويلر بروجرامر، هذا كله شرحناه احنا، ذني الأجزاء كلها أخذنا لهن أشكال عرفناها من خلال العرض التوضيحي. هذه كلها ذني النقاط أو الأجزاء كلها أخذناها بالعرض التوضيحي. لهنا انتهت المحاضرة، وسأكتب لكم الواجب بالكلاس روم، وشكرا جزيلا.